واحد فوق داون. مع نهاية الموسم الرابع للعبة وارزون، ما زال سلاح ال STG 44 يحتل مكانه ضمن أفضل أسلحة ال AR. STG 44 سلاح AR من أسلحة الفانغارد، وهو واحد من أفضل أسلحة الميد واللونج رينج. قبل ما نبدأ ونشوف التعديلات، يا ريت تشتركوا في القناة وتساعدونا في نشر الفيديو، والضغط على زر اللايك يساعدكم. أوبتيك كان خيار ال SVT 40 اللي فيه الزوم بيجي من 3 إلى 6X هو الأفضل. مازل خيار MX سايلنسر الخيار الثاني اللي بيحسن الهوريزونتال والفيرتيكال ريكويل كنترول مع كاتم للصوت، وأهم شيء إنه بيزيد مدى السلاح. بارل خيار VDD 760mm اللي بيزيد مدى السلاح وبيرفع البوليت فيلوسيتي. أندر بارل خيار الكارفر فورجريب اللي بيحسن من السيطرة على السلاح بس على حساب الام داون سايد سبيد. الذخيرة رحت مع خيار 50 راوند فئة ال 7.62 اللي بتحسن السيطرة والدقة، وأهم شيء بتزيد الام داون سايد سبيد مع زيادة الفاير ريت. الرير جريب كان خيار الهاتشد جريب عشان الفيرتيكال والهوريزونتال ريكويل كنترول. إذا ملاحظين كل التعديلات السابقة كانت بشكل أساسي بتركز على الريكويل كنترول تقريبا. الستوك رحت مع VDD 34S ويتد اللي بتزيد دقة السلاح مع السيطرة على الايم والريكويل كنترول. الامونيشن كان خيار اللينثد لزيادة مدى السلاح، والبيرك الاول الفايتل اللي بيزيد الدمج على سلطة الخصم، والبيرك الثاني الاون هاند. بصراحة انا شفت السلاح اثبت مع بيرك الاون هاند، مع انه السلاح AR بفضل يكون الفولي لودد، بس مع خيار الاون هاند كان السلاح اثبت. اما بخصوص السلاح الثاني فبفضل يكون معك سلاح SMG، وحاليا الارماجويرا والماركو هم الافضل. في النهاية بتمنى منكم الاشتراك في القناة ومساعدتنا في نشر الفيديو، والضغط على زر اللايك بيساعدنا كثير.